أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الأخبارية والمفصلة من قناة الغد المشرق. شهدت جبهة كرش حمالة بمحافظة الأحد تبادلا للقصف المدفعي بين قوات اللواء الخامس دعم وأسناد والميليشيات الحوثية. وقالت القوات الجنوبية في بيان إن قوات اللواء الخامس دعم وأسناد تمكنت من الرد بحزم على مصادر نيران الميليشيات، وتم التعامل معها وإخماد مصادر النيران المعادية مع تحليق للطيران المسير الحوثي. وجهت القوات المشتركة ضربات مركزة على أهداف لميليشيا الحوثي استهدفت عيانا مدنية جنوب محافظة الحديدة. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الوحدات المرابطة في خط النار بمحور حيس رصدت أهدافا استخدمتها ميليشيات الحوثي في استهداف عيان مدنية، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح، ومؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في الأهداف المرصودة وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة. نفذت قوات ألوية العاصفة الرئاسية انتشارا أمنيا في مختلف مديريات العاصمة عدن لضبط المركبات المخالفة والأسلحة غير المرخصة. يأتي ذلك ضمن خطة أمنية بالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية تحت إشراف إدارة الأمن بالعاصمة عدن. في سبيل تدعيم ركائز الأمن والاستقرار بالعاصمة، نفذت قوات ألوية العاصفة الرئاسية خطة انتشار أمني في مديريات المدينة لضبط المركبات المخالفة والأسلحة الغير مرخصة. معنا البرنامج هو ليس وقت محدد، وإنما خلال 24 ساعة يتم الانتشار، ومهام مختلفة بين الحين والآخر، والمهام تكون على مدار الساعة. زي ما الآن نحن عندنا انتشار دوريات. الدوريات هذه في خلال 24 ساعة تكون دوريات، بعض الحين انتشار أمني أطقم في مهام أخرى. مهام لا يسمح لنا أن نذكر زي إيش المهام. مهام متعددة ومختلفة. بما أن تكون القوات العاصفة هي القوة الرادعة والقوة اليقظة والعيون الساهرة. المواطن هو هدفنا الرئيسي في إعادة الوضع الأمني له، في الأمن والاستقرار وإعادة عجلة دوران الوضع الأمني بشكل صحيح، وبجهود وبحسب الإمكانيات المتاحة والموجودة، وبجهود جبارة من قبل أفراد ووحوش وأبطال العاصفة متواجدين في الميدان وبجميع المديريات إن شاء الله، ومستمرين في حملة الأمنية والذي تستهدف الأشكال المسلحة بكل أشكالها بكل أنواعها. قائد ألوية العاصفة العميد أوسان العنشلي كان قد دعا في وقت سابق مواطني العاصمة إلى مساندة القوات الأمنية في سبيل إنجاح مهامها الأمنية. اليوم نحن جئنا هنا، نزلنا حملة على سائل لتأمين المنطقة مديرية خور مكسر بانتشار الدوريات، وزي ما تشوفوا يعني تفتيش لأي حاجة مخالفة وأي حاجة تضر المواطنين وأي حاجة يعني تضر البلاد، فنحن ضدها. ولهذا قمنا بتشكيل توزيع الدوريات على مديرية خور مكسر اليوم، ولتنفيذ المهام التي أدت إلينا وتم توجيهها من قيادات العاصفة. الجدير ذكره أن قوات ألوية العاصفة الرئاسية تعد من أفضل القوات تأهيلا وانضباطا، ومثالا جيدا يحتذى به لبناء قوات أمنية وعسكرية في إطار مؤسسي. صلاح العاقل لقناة الغد المشرق عدن. عقد قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل إريك كوريلا مباحثات عسكرية مشتركة مع عدد من الدول بما فيها اليمن، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وسط تزايد التهديدات الإيرانية. وبيان صادر عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن كوريلا أجرى خلال الأسبوع الفائت مباحثات عسكرية مشتركة مع قادة من جميع الجيوش الشريكة في الشرق الأوسط حول تنسيق المشترك لتعزيز السلامة والأمن في المنطقة. وأوضح البيان أن المباحثات تضمنت أيضا حوارات فردية مع وزراء الدفاع في اليمن وعدد من الدول الأخرى. أدانت دولة الإمارات بشدة استهداف ميليشيات الحوثي ميناء قنا التجاري في محافظة شبوة من خلال طائرات مسيرة مفخخة. وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن هذا الهجوم يعد تصعيدا خطيرا وتحديا سافرا للمجتمع الدولي وللمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الهجوم يمثل استخفافا بجميع القوانين والأعراف الدولية
مما يتطلب ردا رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمصالح الاقتصادية اليمنية. كما حثت المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية لفسح الطريق أمام الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن. أقيمت في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت حلقة نقاشية بشأن استهداف ميليشيات الحوثي للمنشآت النفطية في المناطق المحررة، حيث ناقشت الحلقة التأثيرات الاقتصادية لتلك الهجمات الإرهابية بالإضافة لجهود إحلال السلام. التأثيرات الاقتصادية لاستهداف الميليشيات الحوثية للمنشآت النفطية عنوان لحلقة نقاشية عقدت بمدينة المكلا. ثلاثة محاور استعرضتها الحلقة: عن الهدنة وصعوبة تحقيق السلام والتأثيرات الاقتصادية للهجمات وردود الأفعال العالمية والعربية حيالها. نحن نعتقد أن هذا المسألة وهذا الموضوع اليوم في غاية الأهمية، نتيجة لأنه حدث هام يؤدي يعني ضرره كبير على المواطنين. ذكر الدكتور أنه حوالي 19 مليون مواطن سيتضرر من هذا الموضوع، أنه أيضا سيسبب أنه عدد سعر الصرف سيرتفع بشكل مبالغ فيه، اليوم وصل إلى 311 ريال سعودي مقابل الريال اليمني. تأثيرات الهجمات على المنشآت النفطية ستأخذ سيناريوهين اثنين وفقا لمخرجات الحلقة. ففي حال رفض الحكومة شروط الميليشيات الحوثية فإنها ستحقق مكاسب عدة، أبرزها إعادة تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية واستئناف تصدير النفط. ويرى السيناريو الثاني أن إذعان الحكومة للميليشيات وإن بضغط إقليمي ودولي يعني القبول بشروط الميليشيات. النقاش اليوم كان عن تأثيرات قصف الحوثي للمنشآت النفطية في الضبة والنشيمة والآثار الاقتصادية التي سوف يخلفها على المجتمع، سواء كان في المناطق الجنوبية أو المناطق الشمالية، من أزمة اقتصادية في الرواتب، في عدم أو تأخر دفع الرواتب، وأيضا عدم تغطية فاتورة الاستيراد من العملات الصعبة، لأن الدولة تعتمد 70% على إنتاج النفط من حضرموت. ضعف الموقف السياسي وضعف الـ 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 يعني التوجه السياسي داخل البلد هو الذي أدى إلى الضعف في مواجهة هذه الهجمات. الحلقة النقاشية أشارت إلى مخاطر تحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة إنسانية في البلاد حال استمرار وقف تصدير النفط، والذي يمثل نحو 70% من الميزانية العامة، الأمر الذي سيدفع بالحكومة إلى ضخ المزيد من العملة في الأسواق المحلية لدفع الرواتب وشراء السلع. وتستند حلقة النقاش في ذلك إلى الردود الدولية والعربية التي قالت إنها ضعيفة، ما قد يدفع الميليشيات إلى تنفيذ هجمات أخرى خلال الفترة المقبلة. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق. قال المتحدث باسم الهبة الحضرمية الثانية الشيخ مرعي التميمي إن شرارة تحرير وادي وصحراء حضرموت ستنطلق قريبا. وأكد التميمي أن المعركة الأساسية ومعركة كل أحرار وشرفاء حضرموت هي تحرير وادي وصحراء حضرموت من قوات المنطقة العسكرية الأولى. وأضاف بأن شمس الحرية ستشرق بعد 28 عاما من الاحتلال وسفك الدماء والنهب والعبث على حد تعبيره. ناقشت لجنة حكومية متخصصة في اجتماع لها في العاصمة عدن قضايا الدين العام المحلي والخارجي والسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة. الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء معين عبد الملك وقف أمام آفاق التوقعات للاقتصاد الوطني في اليمن على ضوء خطة الإصلاحات الحكومية المنفذة والإجراءات الرامية إلى تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات. وفي الاجتماع اتخذت اللجنة جملة من القرارات والإجراءات في هذا الجانب على ضوء المقترحات المطروحة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الحوثيين يواصلون منع وصول المساعدات للمحتاجين في مناطق سيطرتهم، ويتدخلون في تنفيذ الأنشطة الإنسانية، ويفرضون إجراءات تسببت في إلغاء الزيارات الميدانية وتسليم المساعدات.
عرقلة عمل المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرتها طريق تتبعه ميليشيات الحوثي لمنع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، حيث تمثل عقباتها أكبر التحديات أمام عمال الإغاثة. جاء ذلك بحسب أحدث تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والذي أكد أنه لا يزال وصول المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الإنقلاب مدفوعا بالعوائق البيروقراطية وخاصة التأخير في الحركة، إضافة إلى التدخل في تنفيذ الأنشطة الإنسانية وفرض إجراءات تسببت في إلغاء الزيارات الميدانية وتسليم المساعدات. تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح أن الربع الثالث من عام 2022 شهد زيادة كبيرة في الحوادث التي أثرت على سلامة وأمن عمال الإغاثة مقارنة بالربع الثاني، حيث أبلغ الشركاء في المجال الإنساني عن 673 حادث منع وصول في 103 مديريات، ما أثر على 5,800,000 شخص. وذكر أن الحوادث المبلغ عنها تتعلق بالقيود البيروقراطية التي يفرضها الحوثيون، وتشمل التدخلات في العمليات الإنسانية والقيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني والسلع داخل اليمن، ورفض أو تأخير تصاريح السفر وإلغاء البعثات وأنشطة السفر الميداني. ونوه التقرير بأن المنظمات العاملة في العمل الإنساني أبلغت عن أنواع أخرى من التدخل، كتعليق الأنشطة الإنسانية وتعطيلها والتدخل في تصميم المشروع وتنفيذه، والطلبات التعسفية لمختلف المعلومات والبيانات والوثائق والتقارير والأدوات من قبل الشركاء، بالإضافة إلى التأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية للمشروع. وأدى تعنت ميليشيا الحوثي الإجرامية في استمرار إجراءاتهم ضد المنظمات الدولية إلى تقلص كبير في دعم المانحين الدوليين، إذ بلغ إجمالي التعهدات نحو 1,700,000,000 دولار، فيما تطلب الأمم المتحدة وشركائها 3,085,000,000 دولار لخطة الاستجابة الإنسانية خلال العام الحالي. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. الهلال الأحمر الإماراتي يقدم أكثر من 64 طنا من المساعدات الغذائية لأهالي مديرية دهر بمحافظة شبوة. أهلا بكم مرة أخرى. نظمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الشحر الحفل الخطابي والجماهيري احتفاء بثورتي اكتوبر ونوفمبر المجيدتين، وتضامنا مع ابناء وادي حضرموت المطالبين برحيل قوات المنطقة العسكرية الاولى. هي ليست مجرد رقصة، بل هي لعبة تتسم بطابع عسكري وتعتمد على الكر والفر والتحام الصفوف. العدة رقصها أبناء الشحر ابتهاجا بزيارة عضو هيئة الرئاسة المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثير وقيادات المجلس بحضرموت. هنا أيضا حفل خطابي جماهيري نظمته القيادة المحلية الانتقالي مديرية الشحر ضمن الاحتفالات الشعبية بثورتي أكتوبر ونوفمبر، وتضامنا مع أبناء وادي حضرموت. من هنا من مدينة الشحر كاسرة الغزاة نوجه الرسالة هذه إلى أهلنا في حضرموت عموما وفي الوادي تحديدا، نقول لهم أن حضرموت لن تكون إلا على قلب رجل واحد باتجاه خلاص واديها وصحرائها من هذه الحالة الاحتلالية التي لا زالت قائمة. اليوم أولويتنا تحرير وادي حضرموت. يجب أن يكون كل العمل السياسي في ساحل حضرموت وفي وادي حضرموت ينطلق لتحرير وادي حضرموت من قوى الهيمنة والإرهاب، من تلك القوى المتسلطة التي احتلته في 7/7/94. علينا أن نضغط عبركم كل في الشارع وأن تكون الأولوية لتحرير وادي حضرموت. المحتفلون جددوا تأكيدهم على ضرورة تحرير وادي حضرموت من قوات المنطقة العسكرية الأولى. الكلمات تحدثت عن تردي الأوضاع المعيشية وطالبوا بإعطاء حضرموت حقها من الثروة. ما تعانيه حضرموت خاصة في الجانب المعيشي، أتمنى من القيادة الأستاذ علي الكثيري أن يطرح هذا الموضوع. الجانب المعيشي في حضرموت وصل لمرحلة لا يطاق. إن مطلب أبناء حضرموت الأول هو أخراج قوات
المنطقة الأولى من وادي حضرموت، وذلك حسب اتفاق الرياض وتنفيذ بنوده. نعلن تضامننا مع أبناء الوادي، ومطلبنا الوحيد في الفترة الحالية هو تحرير وادي وصحراء حضرموت من قوات المنطقة العسكرية الأولى. ومع حلول الذكرى الثالثة لاتفاق الرياض، دعا هذا الجمع إلى تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع، ووجهوا مناشدات لمجلس القيادة الرئاسي بإصدار قرارات تصب في هذا الشأن. المكلا تستنفر، والشحر والغيل وبقية مناطق الساحل تتضامن، مديريات الوادي تثور، بحت الأصوات واختلفت الأساليب، والهدف واحد، رحيل المنطقة العسكرية الأولى من حضرموت. محسن بالبحيث، قناة الغد المشرق، من مديرية الشحر. التهم حريق هائل عشرات خيام في مخيم الجشة للنازحين، والذي يؤوي 1200 أسرة بمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة. وقالت مصادر محلية أن الحريق التهم ما يقارب 65 مأوى في المخيم. وفي السياق، وجه محافظ الحديدة بدفع مساعدات مالية وتعويضات عينية عاجلة للنازحين المتضررين، وتوفير مساكن بديلة للمتضررين لأكثر من 100 أسرة. هذا وتفقد مدير شرطة محافظة الحديدة العميد نجيب ورق مخيم الجشة للنازحين، وقال ورق أن الجهات المختصة في السلطة المحلية والأجهزة الأمنية سارعت فور وصول البلاغ، وعملت على إخماد الحريق الذي التهم مساحة واسعة من المخيم، ونوه بأن توجيهات قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح قضت بسرعة التحرك لإيصال مساعدات غذائية وإيوائية طارئة للمنكوبين جراء الحريق. الأخ نائب رئيس الجمهورية، قائد المقاومة الوطنية، رئيس المكتب السياسي العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، تم التوجيه الفوري من وقت تلقي البلاغ العملياتي بالنسبة للحريق الذي حدث في الجشة، وتم توجيه السلطة المحلية مطرف المحافظ والأجهزة الأمنية بالتدخل الفوري بإيقاف الحريق والتدخل الإسعافي لإنقاذ النازحين. نشكر فخامة الأخ النائب على اللمسة الكريمة التي وجهها وحقيقة في وقته، كما ندعو كافة المنظمات للتدخل وكذلك الخلية الإنسانية من أجل عمل إسعافي للنازحين الذين حرقت بيوتهم وتضرروا من هذا الحريق. ونشكر الأخوة السلطة المحلية، ونشكر الأخ مدير الوحدة التنفيذية، ونشكر جميع المتعاونين في هذه الحركة. قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بذراعها الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية عاجلة للسكان والأهالي من الأسر الأشد فقرا وذوي الدخل المحدود في مديرية دهر شرق محافظة شبوة، حيث وزع فريق الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 64 طنا من المواد الغذائية للأهالي المستفيدين من المساعدات الإنسانية في مديرية دهر. وتهدف الهيئة للإسهام في التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية للأسر الأشد فقرا نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد. تخفيف من المعاناة الإنسانية والصعوبات التي أثقلت كاهل المواطن، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية والإغاثية في محافظة شبوة عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. فقد شنت اليوم الهيئة توزيع مساعدات غذائية على أبناء مديرية دهر، وهذه المساعدات الغذائية عبارة عن 64 طن من المساعدات، وهذا تأتي بحرص من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن وخاصة في محافظة شبوة. أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة مثله بالرئيس محمد بن زايد وعلى الجهود المبذولة الذي يقوم بها في دعم الإغاثات الإنسانية في محافظة شبوة. ختموا هذه النشرة، ولمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوية.com، وتابعونا أيضا عبر تطبيق نبض الأخبار. إلى اللقاء.